جولتنا في أهم الأخبار اتنشرت في الصحف ومواقع الإخبارية. بنبدأها من الموقع الرئاسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل الرئيس الفلسطيني. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس الفلسطيني بقصر الاتحادية. رئيس محمود عباس أكد السيد الرئيس أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، وشدد على ثبات الموقف المصري تجاه القضية ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، وأكد سيادته أن المرحلة الحالية بتتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام. طيب، الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جانبه أكد على أهمية التشاور والتنسيق مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، وأيضا المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، وأعرب عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعيا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية. نروح للأهرام. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لاستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وأكد إلى أيضا ده بيتم إلى جانب أن السيد رئيس الوزراء كان أكد أن أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي بتتمثل في الإصلاح الهيكلي بهدف الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى جانب معالجة جوانب الضعف الاقتصادية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدي. نروح كمان لجريدة الشروق. دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع أيضا لاستعراض خطوات تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسترد، وقال أن الحكومة بتعمل على وضع تصور متكامل لتطوير منطقة مسترد، وأن الرئيس شرف المشروع بالافتتاح لأحد طبعا المشروعات البترولية بالمنطقة، وكلف بتطوير هذه المنطقة الواقعة على الحدود ما بين محافظة القاهرة والقليوبية. مدبولي أشار إلى أنه تم حصر الأراضي الواقعة بهذه المنطقة وكذلك ولايات هذه الأراضي، وأشار إلى أن هناك توجها من السيد الرئيس لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتطوير المنطقة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات وتنفيذ مشروعات سكنية ضمن مبادرة الرئيس لتوفير سكن لكل المصريين. نروح لأخبار اليوم. الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أكد أنه يتم تنفيذ قطار العاصمة الإدارية، وأن الوزارة بتبحث عن مشغل عالمي لهذا القطار، ووضح أنه بيتم العمل على مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مترو أبو قير بالأسكندرية، فضلا عن حزمة مشروعات أخرى كبرى لمد خطوط السكك الحديدية لربط كافة محافظات مصر ببعضها البعض. الوزير النقل أشار إلى أن مصر أو مستقبل مصر يكمن في مشروعات اللوجستيات والموانئ البرية، وأوضح أنه يتم التخطيط للربط البري مع ليبيا من خلال منطقة برية تتضمن مخازن للسلع المصرية وبيتم توريدها عبر منفذ السلوم حال استقرار الأوضاع في ليبيا. نروح لجريدة الوطن. الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية ومدير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة خطة جاهزية المستشفيات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد. الاجتماع تناول خطة العمل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال وعزل الحالات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج، مع مناقشة خطة صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وصيانة المباني بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة توافر الاحتياجات اللازمة للمستشفيات من الأكسجين. وشدد وكيل الوزارة على سرعة سداد أي مديونيات على المستشفيات للشركات الموردة للأكسجين وسداد مديونيات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة. في اليوم السابع وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالالتزام بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية الصادر عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتم الموافقة عليه من رئيس مجلس الوزراء، وهيتم التطبيق النهاردة إن شاء الله 1 ديسمبر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وده في إطار العمل على تحقيق الانضباط للشارع والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وكمان سلامة وصحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.
طب المواعيد بقى، جميع المحلات والمولات التجاريه تم تحديدها هتكون من الساعه 7 صباحا وتغلق الساعه 11 مساء، ده في الصيف، وفي العاشرة مساء في الشتاء، على أن يتم زيادة التوقيتات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق عند الساعة 12 بالليل منتصف الليل في الصيف و11 مساء في الشتاء. وفيما يخص مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا، ستكون من 8 صباحا وتغلق الساعة 7 مساء، ده في الصيف، وستة مساء في الشتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن. يعني احنا كده المحلات هتفتح عندنا 7 الصبح وتقفل 10 بالليل الفترة اللي احنا فيها دي. حاول حضرتك تصحي بدري بقى، ننزل نشتري بقى تشتري انت عايز تشتري بقى. ده في الشتاء، ده في يعني ده الايام اللي احنا فيها دلوقتي ما عدا ايام الاجازات والاعياد الرسمية. بس اعتقد احنا دي المفروض 10، مش احنا مش كده، مش في الصيف يعني تقفل، احنا هنقفل 10 من اول فتره ونفتح 7 ويوم الخميس والجمعه هنقفل 11 11 بالليل، والورش من 7 صباحا ل 6 مساء. بس احنا ده في القليوبيه بس ولا في كل المحافظات؟ لا ده لا 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 ده قرار بيتطبق على كل المحافظات. يعني عشان كده احنا بنقول للناس ان احنا مواعيدنا من 7 صباحا ل 10 مساء في الايام العاديه، يوم خميس وجمعه بقى يوم اعياد يوم عطلات رسميه هتبقى لحد هنمد ساعه فهتبقى 11. والله من مميزات كورونا يعني ايام بدايه الموجه الاولانيه خالص، وكانت الدوله اتخذت اجراءات واحنا عرفنا اهميه الاجراءات دي كمان بعد كده. صحيح ان احنا كنا بنشوف الواحد كان بيصحى الصبح يشوف المحلات بتفتح زي زمان قوي بدري علشان كان في حظر فكانت بتقفل بدري، ف كان الواحد بيشوف المحلات بتفتح يبتدي بسم الله الرحمن الرحيم يفتح كده الساعه 2 العصر. بس انا عايز اقول لك على حاجه كمان الحقيقه المواعيد دي ليها بعد تاني، يعني انت بتوفر كهرباء، بتوفر ان الناس في فتره من الفترات خلاص مش هتنزل وتستخدم مرافق عام، يعني كله بقى بالتبعيه هيبدا ان الدنيا تتقلل. مفيش دوله بتفضل صاحيه ليل ونهار. يعني احنا لسه كنا بنتكلم وبنقول امريكا كان محمد بيقول لي احنا بتقفل يعني ستة المحلات كلها قافله ما تلاقيش حد ماشي. لكن احنا السهر القاهره سهرانه ليل نهار. نروح نطلع لمحافظه بورسعيد. محافظ بورسعيد بيتابع اخر مشروع الاسكان الاجتماعي شرق بور فؤاد. تفاصيل الخبر، عقد اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد اجتماع لمتابعه اخر تطورات الاعمال بمشروع الاسكان الاجتماعي المرحله الثالثه شرق بور فؤاد في اطار متابعه كافه الاعمال للانتهاء من المشروع وتسليمه للمستحقين. استعرض كمان الغضبان خلال الاجتماع اخر الاعمال المتعلقه بالموقف التنفيذي للمشروع وكمان موقف التنفيذي للمرافق وتوصيل الغاز الطبيعي والمياه وشبكات الصرف الصحي، ووجه بسرعه الانتهاء من اعمال توصيل المرافق وتقديم كافه الدعم بما يضمن سرعه الانتهاء لتسليم المشروع في اقرب وقت. طب احنا معاكم في جوله في المحافظات كده، هنطلع من بورسعيد لمحافظه الغربيه اللي اكد المحافظ فيها كان بيقوم بتفقد المشروعات القوميه والخدميه بطنطا والمحله. تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه عدد من المشروعات القوميه والخدميه بطنطا والمحله. والجوله كمان شملت الاعمال اللي بتتم لانشاء 8 عنابر بمشروع مزرعه البيض بقريه كفر الشيخ سليم بمركز طنطا والمسند لاحدى الشركات الوطنيه، وقال ان المشروع هيكون له اثر واضح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائده بالاضافه لتوفير فرص عمل مباشره وغير مباشره للشباب. طيب قطاع آخر، القومي لتنظيم الاتصالات يطلق البوابة الرقمية لخدمات التراخيص والاستيراد، ده خبر مهم جدا تفاصيله. أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوابته الرقمية لخدمات التراخيص والاستيراد، والتي يمكن من خلالها إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إلكتروني. الخدمات كمان بتشمل خدمات تراخيص الطيف الترددي، خدمات اعتماد النوع، خدمات اصدار تصاريح، استيراد اجهزه ومعدات الاتصالات. البوابه الالكترونيه الجديده بتعمل على خدمات الاستيراد عشان تقدر انها توفر الجهد والوقت واختصار الفتره الزمنيه للحصول على هذه الخدمات. المستوردين او الشركات سواء كانوا شركات او افراد هيقدروا من خلال البوابه اختيار الخدمه اللي هم عايزينها وتقديم المستندات اللازمه والقيام بعمليه الدفع ومتابعه حاله تنفيذ الخدمه لحد ما يحصلوا عليها.
طب الخبر ده انا هقرا العنوان بس، وفاتن بقى تحاول تفهمكم تفاصيل الخبر ده، محتاج حد يفهمه لنا احنا الاثنين. اليوم السابع، علماء يكتشفون طريقه جديده لتوصيل الدواء داخل الجسم دون اجراء جراحه. طيب هو بيقول ان العلماء اكتشفوا طريقه لانشاء والغاء الحقول المغناطيسيه عن بعد، ودي بتتضمن تشغيل التيار الكهربائي من خلال ترتيب خاص للاسلاك لانشاء مجال مغناطيسي كانه جاي من مكان تاني. وده بيتم استخدامه في مجالات حقيقيه، يعني ممكن نعمل مجال مغناطيسي خارج الجسم بيتركز مباشره على الاورام، وبالتالي ممكن يكون نوصل الدواء من غير ما نعمل اجراء جراحي. يعني احنا عارفين ان احنا ساعات بنضطر مثلا لاستئصال الاورام، ده اللي انا فاهماه يعني، او مثلا اعطاء جرعات بشكل مباشر علشان تقليل الاورام. لا، ده ممكن من خلال حاجه بعيده جدا ممكن ان احنا نوصل الدواء للجسم.